إذا أردنا أن نجمع عددين مختلطين ونكتب الناتج بأبسط صورة، لدينا هنا عددين مختلطين، يعني أن لدينا عدد صحيح وكسور. لدينا 17 و2 على 9 زائد 5 و1 على 9 أو 9. هل تعرف ما الذي يجب أن نفعله؟ حسنا، 17 و2 على 9 هي نفسها 17 زائد 2 على 9، ولدينا 5 و1 على 9 هي نفسها 5 زائد 1 على 9. إذا هي نفس الفكرة. إذا جمعنا 17 زائد 2 على 9 زائد 5 زائد 1 على 9، ما نقوم به هو أن نجمع الكسور مع بعضها ونجمع الأعداد الصحيحة مع بعضها. إذا نقول 17 زائد 5 زائد 2 على 9 زائد 9. نفعل الآن بالترتيب. ما هو ناتج 17 زائد 5؟ إذن هو عبارة عن 22، إذن الناتج هو 22 زائد. الآن نجمع الكسور. بما أن المقامات موحدة إذن لا مشكلة، نضع المقام نفسه. إذن لدينا المقام هو 9، ونجمع 2 زائد 1 ويساوي 3. وسنحاول هنا أن نضع 3 على 9 بأبسط صورة، فنقسم على 3 لأن البسط المقام يقبلنا القسم على 3. 3 تقسيم 3 1، و 9 تقسيم 3 يساوي 3. إذن الناتج النهائي هو 22، أكتبها باللون البرتقالي، وثلث، لا أريد أن أحاول بلون آخر، أكتب الثلث أو 1 على 3 باللون البنفسجي، وهذا هو الناتج النهائي.